جمال وحضرتك وحضرتك تتحدث عن الخسائر لهذا القصف، سواء كان القصف الجوي أو الدخول البري. يبدو أن الوجه الأسود لهذه الحرب بدأ أن يظهر بإعلان السلطات الأوكرانية عن وقوع 7 قتلى و9 جرحى في شرق أوكرانيا. كيف ترى هذا؟ يعني أرى هذا إن لا مجال بقى للحديث الآن عن فكرة يعني الشجب والإدانة، ويجب أن يكون هناك حديث دبلوماسي حقيقي، وأن تتبنى الأمم المتحدة رؤية حقيقية لوقف النزاع. يعني يمكن حتى حديث جوتيرس بالأمس عن أنه يخاطب الإنسانية، لا مجال لمخاطبة الإنسانية، نريد مخاطبة دبلوماسية، نريد مخاطبة سياسية. الإنسانية الآن في مأزق، وبالتالي لا نريد أن نخاطب الإنسانية، نريد أن نخاطب الساسة والدبلوماسيين، وأن نجلسهم الآن على طاولة واحدة حتى لا يدخل العالم في أزمة. نتحدث عن كورونا، نعم، نتحدث نعم. عن ولكن هل للدبلوماسية مكان الآن بعد أن يعني انطلقت طبول يعني التدخل العسكري تحديدا حسبما وصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؟ يعني التاريخ يؤكد ان الدبلوماسيه طوال الوقت توقف النزاع، وده حدث بعد الحرب العالميه الاولى، حدث بعد الحرب العالميه الثانيه، حدث في كل الصراعات الدوليه. يعني الحرب ليست الهدف، ولكن في الاخر التفاوض والجلوس وايجاد موائمه سياسيه حقيقيه ترضي كافه الاطراف، اعتقد ان هذا امر. انا اعتقد ان الجانب الغربي نفسه عليه ان يتنازل عن بعض يعني العنجهية السياسية، وأن يهدأ ويجلس على الطاولة بنوع من أنواع التواضع السياسي، وأن حتى يقدم ضمانات نعم سريعة. نعم أستاذ جمال، ولكن نحن أمام واقع الآن. الواقع يقول حسبما أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية بأن القوات الروسية تدخل أوكرانيا، القوات البرية تحديدا تدخل أوكرانيا من كل الاتجاهات، فهذا دلالة على أنها يعني ليست عملية قصف جوي فقط، بل يعني هي أشبه بحرب على أوكرانيا، إنجاز لنا هذا التعبير. يعني يمكن خطاب بوتين في الحقيقة كان واضحا، يعني بوتين تحدث عن يعني صراع عقائدي، وتحدث عن أمور عقائدية من الأول. الجميع اكتشف منها أن هناك نوع من أنواع الرغبة في يعني احتواء هذا الإرث العقائدي مجددا، وإحياء هذا الميراث السوفيتي مجددا. وبالتالي أنا أعتقد أن ده كان واضح في خطاب بوتين بشكل صريح، ولكن أنا أعتقد أن كيف الآن المواطن هناك هو من يدفع ثمن، يدفع ثمن هذا الصراع السياسي والصراع العقائدي، وهذه المناورات الدولية في الحقيقة اللي أدت إلى أمور سيئة. ولكن أيضا أن تلقي هذه الأحداث المؤسفة الآن بتبعاتها على منطقة الشرق الأوسط وعلى العالم أجمع، هذا هو الخوف الأكبر. كنا بنتحدث عن جائحة كورونا، بنتحدث عن تضخم عالمي، بنتحدث عن أزمات اقتصادية، بنتحدث أيضا عن صراعات لم تخمد حتى الآن. يعني منطقة الشرق الأوسط فيها الكثير من البؤر ما زالت مشتعلة. إلى أين سوف يذهب العالم؟ أنا أعتقد أن هذا سؤال صعب للغاية. إذا كان هناك علاء جديد وهناك رغبة لتشكيل مجتمع دولي جديد، فعلى أصحاب هذه القرارات أن يجلسوا، وهذا حدث من قبل. وبالتالي أنا أعتقد أن حان الوقت للجلوس لإيجاد موائمة لشكل العالم الجديد، بعيدا عن قتل الأرواح وزحق الأرواح والدخول. طيب أستاذ جمال، إحنا أمام دلوقتي مشهد وعلى أرض الواقع، وهو دخول القوات البرية الروسية إلى أوكرانيا، ووجود قتلى ووجود جرحى. هل الغرب كان يعتقد أو كان متأهبا لتسارع هذه الأحداث، أم أنه تفاجأ؟ هل لديه خيارات عديدة؟ هل هو خياراته مقتصرة فقط على الدبلوماسية، أم أنه أمامه خيارات أخرى؟ الوضع اختلف أعتقد كثيرا يا فندم. أنا أعتقد أنه كان مدرك ولكنه لم يكن متأهب. يعني أنه كان مدرك ولكن تأهبه كان على نطاق ضيق للغاية. كان الجانب الغربي يعتقد أن إيقاف خط نورد ستريم للغاز أو بعض العقوبات على الجانب الروسي سوف يحجم الطموح الروسي، ولكن هذا لم يحدث. وبالتالي هنا نحن أمام سيناريوهين بالتحديد. السيناريو الأول، إما أن نجد مواجهة مباشرة ما بين الناتو وروسيا، وهذا شبه مستحيل يعني في الحقيقة، لأن إذا حدث هذا الأمر فنحن بصدد نزاع نووي، ونحن بصدد كارثة كبرى، ونأمل أن لا يحدث هذا، ونتمنى وندعو الله أن لا يحدث هذا، وأعتقد أن ده صعب جدا. السيناريو الآخر وهو أن يعني تحصل روسيا على الكثير من المكاسب على الأرض، وتثبت قوتها على الأرض، ومن ثم ينتقل الحوار إلى حوار
دبلوماسي وسياسي، ولكن هنا الجانب الغربي سوف يجلس على طاولة المفاوضات دون أوراق لأنه خسر جميع الأوراق لأنه لم يتدخل. نعم أستاذ جمال، يعني أعتذر لحضرتك، نذهب الآن إلى كلمة رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين.